وفي سلوفينيا بدأت السلطات التحضير لبناء سياج على حدودها من أجل التحكم في الأعداد الكبيرة للمهاجرين. وانتشرت قوة من الجيش في منطقة جيبينا الحدودية حيث بدأت أعمال وضع الأسلاك الشائكة. وتحدثت وسائل الإعلام المحلية عن انطلاق أعمال مماثلة في مناطق أخرى على طول الحدود مع كرواتيا التي يقارب طولها 700 كيلومتر ويعبرها المهاجرون للوصول إلى أوروبا الشمالية.